السلام عليكم ورحمة الله. درس جديد في بلندر، وهنشوف بعض التيبس والتريكس الخاصة بالمودلين. ثلاثة، أول تيب اللي عندنا، لو عندنا تو فيسز مقابلين لبعض وعايزين نوصلهم ببعض وننشئ هول، فبنضغط على لوب تولز وبريدج، أو من هنا كنترول اف اول حاجه ممكن نضغط كنترول اي بريدج ايدج لوب، او رايت كليك لوب تول بريدج. الاثنين بيأدوا نفس الوظيفه، لازم نكون مفعلين ادون اسمها لوب تول عشان تظهر هذه القائمه. ثاني خطوه اللي هو كونكيف ليفل، فنقول ان عندنا وليكن مكعب بهذا الشكل. لو ضغطنا كده كنترول بي يعني بيفل، ده كده البيفل الطبيعي، لكن لو ضغطت بروفايل بي فبيعمل كونكيف بروفايل بهذا الشكل. هنجرب هنا في هذه الادج كنترول بي هكذا. ممكن نزود السيجمنت عن طريق السكرول ويل او البلس. ده بالنسبة للكونكيف بيفل. بالنسبة للسلايد، لو عندي ايدج زي كده بضغط جي جي مرتين سلايد في هذا الاتجاه، جي جي مرتين سلايد او اي نقطة داخلية هكذا. من الاشياء الجميلة لو ضغطت جي مرتين وضغط سي فبيعمل سلايد في عكس اتجاه في الفراغ هكذا، ده مهم جدا في نفس الاستقامة. جي مرتين ضغط سي هكذا، جي سي هكذا، جي سي. ده كده اتكلمنا عن البريدج والبيفل والسلايد.